زي ما شفنا كده انه في رجالة، لا مش رجالة، لا لا ما ينفعش نقول عليهم رجالة، مكتوب في البطاقة ذكر وهو لا ذكر ولا راجل ولا اي حاجة خالص. اللي يتعدى على طفل التعدي ده واللي يضربه بالخرطوم ويضربه بالكرسي ويتعنف عليه بالشكل ده، ده مش راجل. اللي يأذي حد كائن أضعف منه ويأذيه الأذى ده ويهينه الإهانة دي ويوجعه الوجع ده، ده مش راجل أصلا، لا أب ولا راجل ولا أي حاجة. والناس دي يعني على فكرة ممكن كمان وجهات التحقيق هتبين أنا ممكن يكون في شبهة قتل، لأن هي بتقولك هو شكله كان نايم المشنوق ده، يعني أعتقد بيبقى مبرق ويبقى بيبقى ليه يعني، فبتقولك هو كان نايم فممكن يكون مات في ايده، وارد جدا، وبعد كده قام هو محطه على الحبل وراح نام، وارد، والتحقيقات هتبين، بس ده وارد. ممكن يكون مات وهو بيضربه، وارد ولا مش وارد؟ وارد. ف يعني اللي بيحصل في الاطفال مش طبيعي. ليه طفل زي ده عنده 14 سنه واكيد بيتضرب من وهو صغير، والام فين؟ انت فين؟ انت ازاي سايباهم مع واحد زي ده؟ واهله فين؟ والعمام فين؟ والخلان فين؟ والعزوه فين؟ والعيله فين؟ انتوا ازاي سبتوه يحصل فيه كده؟ طفله اخته ايه تسيب دراستها وتشتغل في الشارع؟ وهو يشتغل باليوميه وابوه ياخد منه الفلوس ويروح يجيب بيها خمور، ده على كلامها، والاخبار التانيه بتقول كان بيشتري بيها مخدرات؟ ازاي كده يعني؟ ازاي بيحصل كده؟ يعني احنا هنتابع القضية دي. بس انا عايزة اقول حاجة، انه زي اسلام في اطفال كتير، في اطفال كتير زي اسلام، اسلام يعني مش لوحده، في اطفال كتير زي اسلام بيحصل فيهم كده للأسف الشديد، للأسف الشديد في اطفال كتير بيحصل فيهم كده. واحنا لازم نتصرف، ولازم يكون في يعني في نجدة الطفل، يعني الجيران اللي كانوا بيسمعوه بيعيط وبيتأذى، أنا بعتذر على فكرة على لا إن أنا ببكي، بس هو الطفل أصله، الأطفال ما لهمش صوت، فإيه المفروض إن إحنا نبقى صوتهم. فإنه طفل يتعرض لكل ده، لا لازم يكون في وقفة، لازم يكون في وقفة. إن هو يموت بالشكل ده حرام اللي بيحصل، الولد ده تعذب، صوت اخته انتوا سمعتوا صوتها عامل ازاي؟ الام انت فين؟ انا مش فاهمه انت فين؟ انا لو منك اخطفهم واجري، اخدهم اخطفهم واجري، ما اسيبهمش مع واحد زي ده. انا اسفه جدا.